نبدأ إن شاء الله دلوقتي نتكلم على المثال رقم 5. تمام، هو المثال رقم 5 بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن المسائل بتاعة الكاش. طيب خلينا نقرأ كده المثال ونقدر نترجمه مع بعض، ماشي، ونشوف كده هنتعامل معاه إزاي. مبدئيا بيقولك أنت عندك شبكة داخلية، ماشي، وعندك لينك، الباندويتس بتاع اللينك ده هو 1 ميجابت بير سكند. أي حاجة طبعا هو يقولها لي أنا لازم أسجلها علشان اكيد هو جابها لي لسبب. يعني يبقى اللينك باند ويدث بيساوي 1 ميجا بت بير سكند. تمام، 1 ميجا بت بير سكند. اللينك ده هو بيوصل بين ايه وايه؟ بيوصل ما بين عادي هوست عادي اهو، ده هوست، تمام، وسيرفر. ده ايه؟ ده سيرفر، خلينا نعتبر ان ده سيرفر يعني. طيب يعني ده هو، تقول مثلا تقدر تقول ان الوصلة بينهم، الوصلة ما بين الاتنين ايه؟ ب1 ميجا بت بير سكند. ماشي، طيب لغاية دلوقتي ما فيش اي حاجة، احنا كل ده احنا بنترجم بس السؤال اللي هو جابهولي. قال لك ان الريكوست علشان الهوست ده هو بيطلبها من السيرفر، فهو بيطلب 10 اوبجكت بير سكند، يبقى معدل الريكوستات اللي بتيجي لايه؟ للسيرفر. خلينا نكتبها هنا بقى عند السيرفر، يبقى معدل الريكوستات اللي بتيجي عند السيرفر بتساوي قد كام؟ 10 اوبجكت. اوبجكت يعني اي حاجه، يعني ممكن تكون ويب بيج، ممكن يكون مش عارف اي حاجه، مش فارقه. 10 اوبجكت بير ايه؟ بير سكند. تمام، حلو. والاوبجكت الواحد الحجم بتاعه 1 من 10 ميجا بت بير سكند. سوري، الواحد من 10 ميجا بت طبعا، يعني مفيش بير سكند هنا، انت بتتكلم هنا على السايز بقى بتاع الاوبجكت ايه؟ 1 من 10. ماشي، يبقى تاني انا عندي هوست وعندي سيرفر. السيرفر ده هو بيستقبل ريكوستات 10 اوبجكتس بير سكند، تمام، والاوبجكت الواحد ايه؟ 1 من 10 ميجا بت، ماشي، اللي هو المساحه بتاعته يعني السايز بتاع الاوبجكت ده. طيب بيقول لك الافريج راوند تريب ديلي ما بين الاتنين 2 سكند. طب هو ايه اصلا ال RTT او اللي هو الراوند تريب تايم؟ الراوند تريب تايم يا جماعة هو الوقت اللي بيستغرقه الهوست عشان يكلم السيرفر ويرد عليه، يبقى الوقت رايح جاي. الوقت الراوند تريب تايم هو الوقت اللي انت بتروح للسيرفر وبيرد عليك بيه، تمام، ده الاسم الايه؟ ال RTT. يبقى ال RTT هنا ايه؟ 2 سكند. تمام، حلو. قالك بقى احنا دلوقتي عايزين ايه؟ عايزين ال RTT ده هو يقل شوية، يعني انا عايز اجيب الريكوستات بتاعي، يعني اطلب او يبقى في ريكوست بمعدل اكتر من كده شوية، او يكون في وقت اقل من ده يعني. وبالتالي طبعا نحل المشكلة دي عن طريق ايه؟ عن طريق اللي احنا نحط ايه هنا؟ نحط كاش. حلو، طيب الكاش ده بيعمل ايه؟ الكاش ده هيكون فيه المعلومات اللي احنا بنستخدمها كتير من عند السيرفر. حلو، يعني يخلي الدنيا سريعة شوية، يعني بدل ما كل مرة انا هروح في 2 ثانية وارجع، انا ممكن احيانا، مش طبعا مش هيبقى اكيد كل المرات، اكيد احيانا بس شوية كده ايه، هتروح للكاش تلاقي الحاجة موجودة في الكاش وترجع تاخدها من غير ما تضطر ايه تروح في اللينك ده اصلا ولا تدخله. ماشي، يبقى انت بتروح اصلا للكاش اللي عندك وبتجيب الحاجه وخلاص، ما بتستهلكش اي ايه، او ما بتروحش اصلا ناحيه السيرفر خالص. يبقى احنا حطينا الايه، حطينا الكاش، ماشي، حلو. وقلت اللي انا عايز بعد ما انا اكون، بعد ما انا حطيت الكاش، عايز الديلي يكون 1.5. يعني ايه 1.5؟ يعني عايز لما الهوست ده هو يطلب كل ريكوستاته، تمام، كل الريكوست اللي هو طلبها يجيله في 1.5 بس. تمام، وبالتالي انا عايزك تشوف لي ايه الكاش اللي هتحقق لي ده، وايه هو الهيت ريت بتاعت الكاش دهيت، وايه هو المس ريت. لا لا لا، اصبر كده، ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني ايه هيت ريت ومس ريت؟ بص، هيت ريت هيت يعني تقدر تقول بالانجليزي اللي انا لقيتها، يبقى المرات اللي انت كنت محظوظ فيها. يعني ايه المرات اللي انت كنت محظوظ فيها؟ يعني المرات اللي الهوست كان بيعمل فيها ريكويست وراح لقى ان ان الحاجه اللي طلبها دي موجوده في الكاش بالفعل، وبالتالي الهيت ريت معناها ايه؟ معناها الريكويست، تمام، اللي هو ايه اللي كان موجود في الكاش، يبقى انا او الاستجابه بتاعت الريكويست ديت موجوده في الكاش، مش هضطر اروح للسيرفر. يبقى الهيت ريت المرات اللي احنا ايه محظوظين فيها ولقينا الحاجه اللي احنا عايزينها في الكاش. اما المس ريت طبعا عكسها، اللي هي المرات اللي احنا ما لقيناش الحاجه في الكاش، والمرات اللي احنا هنضطر نروح فيها الايه السيرفر بقى عادي. وبالتالي بشكل عام كده بقى،
انا دلوقتي افترض ان انت الهوست، تمام؟ عملت مثلا ليتس سي 10 ريكوستات. انا في احتمالين، صح؟ اول احتمال ان انت تلاقي الحاجه موجوده عندك في الكاش، وتاني احتمال ان انت تلاقي الحاجه عندك موجوده فين؟ في السيرفر، صح؟ طيب، وبالتالي الوقت كله بقى اللي هو الديلي، اللي هو الوقت على ما الهوست يجيله اللي هو عايزه، بيساوي الوقت اللي هو وصل للكاش. طب الوقت اللي هو وصل للكاش ده هو هنسميه ايه؟ احنا عارفين ان انا عندي حاجه اسمها الهيت ريت، اللي هو المعدل اللي انا بكون محظوظ فيه، بمعنى المعدل اللي انا بلاقي الحاجه اللي انا عايزها في الكاش، فما بضطرش ان انا ايه ما بضطرش ان انا اروح السيرفر اصلا. وبالتالي الديلي بيساوي الهيت ريت في الوقت بتاع اللي هو اللان. يعني ايه بقى الوقت اللي هو اللان؟ يعني كده كده اصلا، مش انا لما كنت قلت لك من شويه اللي انت لما رحت ولقيت الحاجه في الكاش، انت اصلا مش هتضطر تحتاج تروح اصلا في الوصله بتاعه السيرفر؟ يعني انت مش هتحتاج تروح للسيرفر ولا تستخدم الوصله دي خالص، انت بس هتعتمد على سرعه الايه، سرعه الشبكه الداخليه بتاعتك، صح ولا لا؟ اللي هي الحاجه اللي بينك وبين الكاش، مالكش دعوه بقى بالسيرفر. وبالتالي بتساوي الهيت ريت في سرعه اللان، اللي هو ايه سرعه اللان؟ اللي هو سرعه اللي انا اروح للكاش واجي، ماليش دعوه بقى بالسيرفر. انا بتكلم دي اول حاله، اول حاله اللي انا اكون محظوظ، بمعنى اللي انا الاقي ان الحاجه اللي انا عايزها موجوده في الكاش. وبالتالي الوقت بقى بيساوي ايه؟ بيساوي الهيت ريت اللي هو المعدل دهوت في الايه، اللان اللي هو سرعه وصولي للكاش واللي انا ارجع، تمام؟ طيب الكلام ده زائد بقى الاحتمال التاني، لو انا ما لقيتش الحاجه في الكاش يبقى المس ريت ضرب الايه، ها لو حد بقى مركز معايا كده ممكن يقولها، ضرب الار تي تي. طب حد هيقول لي طب ليه اياد الار تي تي؟ مش انا قلت لك في المرات اللي انا مش هروح فيها للكاش معنى كده اللي انا هروح فيها للسيرفر، صح؟ وبالتالي اللي انت تروح للسيرفر وترجع تاني ده احنا كنا بنسميه ايه؟ الار تي تي. يبقى وبالتالي طلع عندنا اهم قانون عندنا دلوقتي في المساله كله، ان الديلي بيساوي اللي هو الوقت على ما الهوست ده يجيله، بيساوي الاحتمال ان هو يلاقي حاجة في الكاش في الوقت بتاع الكاش، زائد احتمال اللي هو ما يلاقيش حاجة في الكاش اللي هو الميس ريت، يعني في الراوند تريب تايم اللي هو وقت رايح جاي ما بينك وبين السيرفر. يبقى خلاص احنا فهمنا الجزئية دي، الجزئية دي اهم جزئية عندي في المسألة. طيب احنا لغاية دلوقتي على فكرة احنا ما دخلناش اصلا في المسألة، يعني احنا ما شفناش هو عايز ايه. هو عايز calculate ال required hit rate، يبقى هو عايز اول حاجة ال hit rate. طبعا انا عارف انا هجيبه منين بقى، انا هجيبه من المعادله دي اللي احنا طلعناها دي، تمام؟ حلو. وعايز الافريج باندويث، تمام؟ وعايز الايه، الافريج باندويث، وهنعرف يعني ايه دلوقتي الافريج باندويث حالا. افريج باندويث، ماشي. والايه تاني، وعايز ايه تاني، ويب كاش افريج باندويث اللي تتباس ثرو بيفور اند افتر. الحته دي بقى مهمه، اللي هو قبل ما تحط بيفور اند after، يعني قبل ما انت تحط اصلا الكاش وبعد ما انت تحط الكاش. هو الورقة زهرة ولا ايه؟ يعني مش زهرة قوي كده شوية مثلا. تمام. خلاص، يبقى دلوقتي انا عايز احسب الايه، البيفور والافتر. فانا دلوقتي احنا عايزين نحسب قبل ما نحط الكاش وبعد ما نحط الكاش، تمام؟ عايزين نحسب الافريج باندويث وحاجه اسمها الاوتورايزيشن، ونعرف الاثنين معناهم ايه دلوقتي. الافريج باندويث معناهم ايه؟ مش انا كنت قلت اللي احنا هننقل، او احنا معدل الطلب بتاعنا 10 اوبجكت كل ثانيه، يعني احنا بنطلب 10 حاجات كل ثانيه. طيب الحاجه الواحده السايز بتاعها ايه؟ 1 من 10. طيب يبقى معنى كده اللي انا ايه السرعة اللي انا محتاجها، يبقى السرعة اللي انا محتاجها عشان اعرف اعمل الريكوستات دي. فانت بكل بساطة انت عندك المعدل اللي هو 10 اوبجكتس بير سكند، هتقوم تضربها في الاوبجكت الواحد اللي هو 1 من 10، هيقوم بيساوي ايه؟ بيساوي 1. طبعا ميجا، بيساوي 1 ميجا، ايه، ميجا بت بير سكند، ميجا بت بير سكند، تمام؟ يبقى تاني ايه، 1 ميجا بت بير سكند، هي معناها ايه؟ ده الافريج باندويث. معناها ايه برضو؟ ده السرعه اللي انا محتاج اللي هي تكون عندي علشان اقدر اعمل معدل الريكوست اللي هو طلبه مني، اللي هو 10 اوبجكت كل ايه، كل ثانيه. والاوبجكت الواحد هو برضو جايب لي في المساله اللي هو 1 من 10، ضربت الاثنين في بعض فطلع لي الايه، اللي هو السرعه اللي انا زي ما انا قلت لك، اللي هي السرعه اللي انا محتاجها عشان ايه، عشان اعرف اعمل المعدل ده من الريكوستات. طيب
اللي يبقى دي اول حاجه هو طلبها مني اللي هي البيفور. طيب الحاجه التانيه اللي هو حاجه اسمها الاوتلايزيشن. الاوتلايزيشن معناها ايه؟ معناها انت احتجت ايه، قد ايه باندويتس. انا احتجت هنا مثلا، قلت لك ان انا احتجت واحد. طيب المتاح اصلا كام؟ يعني ايه اللي عندي، ايه اللي موجود، اللينك اصلا قد ايه؟ هتقول لي برضو اللينك واحد اهو، هو جاب لي في المساله لو حد فاكر ان اهو، نرجع كده نشوف، قال لي ان في المساله ايه، قال لي ان اللينك الباندويتس بتاعه ايه، 1 ميجا بت بير سكند. طيب وبالتالي انا بستخدم ايه، انا بستخدم 1 ميجا بت بير سكند، تمام. طيب ايه المتاح اصلا، ايه اللي موجود، واحد برضو، تمام، اللي هي سرعه الايه، الباندويتس اللي هو اللينك الفعلي. وبالتالي طبعا البند الاوثرايزيشن طبعا هتضربه في 100 على 100، وبالتالي هيبقى بيساوي كام، 100%. يو بقى بكره الدوشه دي. وبالتالي هيساوي 100%. يبقى 100% ده هي جت منين؟ جت عن طريق اللي انا شفت حاجه اسمها اوثرايزيشن. يعني ايه بقى اوثرايزيشن؟ مقدار اللي انت استخدمته من اللينك الحقيقي، يعني اللينك سرعته 1، انت استخدمت قد ايه منه، هي دي الفكره. يبقى انا استخدمت 1 من اللينك اللي هو اصلا بيساوي 1، يبقى معناها انت استخدمت قد ايه من اللينك ده، عرفت تستهلكه قد ايه، تمام. يبقى انا هنا لما انا اقول لك مثلا اللي هو انا كان عندي 1 واستخدمت الواحد، يبقى معنى كده اللي انت استخدمت 100% من الايه، من اللينك ده. يبقى ده حاجه اسمها الايه، الاوثرايزيشن. وان شاء الله برضه هنعرفه قدام في مسائل تانية. وبالتالي كل الكلام ده احنا بنتكلم على البيفور اللي هو ما قبل الايه، ما قبل الكاش. طيب جه الكاش، الكاش قال لك ان هو ايه، هنحتاج ان الديلي، ان هدفي ان الديلي يبقى اقل من 1.5، تمام. وبالتالي احنا هنجيب ان هو بيساوي 1.5، وبعد كده هنقول لك الايه، الاقل من كده بقى وخلاص، ماشي. يعني احنا هنساويه ب1.5، وبعدين مثلا هيطلع عندي قيمه مثلا، وبعدين هقول لك اي حاجه قبل القيمه دي، اي حاجه ايه اقل من القيمه دي. ده بس عشان نسهل واحنا بنحل السؤال، يعني مسألة. طيب يبقى قال لك ان الافتر انا محتاج اوصل الديلي اللي هو يبقى 1.5. يبقى حتى فاكر بقى اللي احنا اتكلمنا عنه هنا، اللي انا قلت لك ان الديلي بيساوي حاجتين، اللي هو معدل ان الهوست ده هو تيجي له الحاجه اللي طلبها، بيساوي حاجتين، اللي هو ايه، اول جزء اللي هو لو لقاه في الكاش، تاني جزء لو ما لقاهوش في الايه، في الكاش، ضرب طبعا ار تي تي. طيب هو جاب لي في المساله، هو جاب لي في المساله ده حاجه هو معطاه، يعني بيقول لي ان اللاند ديلي از اجنورد، يعني ان اللاند ديلي ده هو اللي احنا كنا اتكلمنا عنه اهو هنا، تمام، اللي هو الوقت اللي انا بجيب الحاجه من الكاش، يعني قال لك ان هو اجنورد، يعني هو بيساوي صفر. مش دايما هيبقى اجنورد، هو في المثال ده بس اجنورد. وبالتالي 1.5، 1.5 دي جت منين؟ اهي الديلي هو جابه لي اصلا في المساله، بيساوي الايه، بيساوي الهيت ريت. طيب الهيت ريت بقى انا اجيبه ازاي؟ هقول لك بس حاجه، انت اصلا مش محتاج تجيب الهيت ريت. ليه؟ الهيت ريت في الصفر، بصفر، وبالتالي يقول لي ان هو صفر زائد، صح ولا لا؟ يعني انت كده كده اصلا هو قايل لي ان اللاند هو بيساوي صفر، صفر في الهيت ريت بصفر، فخلاص الغي ده بقى، الترم ده كله بقى اتلغى، صح؟ يعني قصدي الجزء ده كله يعني اتلغى، مش كده ولا ايه؟ خلاص يبقى انا بس محتاج احسب اللي هو زائد، اللي يبقى زائد المس ريت ده اللي انا محتاج اجيبه، تمام، في الراوند تريب تايم. هل انا عندي الراوند تريب تايم؟ اه انا عندي، اللي هو بكام؟ باتنين، تمام. يبقى 1.5 بيساوي 2 في المس ريت، يبقى طبعا المس ريت بيساوي 75%، تمام. طيب لما انا اقول لك ان المس ريت بيساوي 75%، معنى كده اللي انا استخدمت بقى اللينك كم مرة، او انا استخدمته امتى؟ استخدمته في 75%. يعني انا هقول لك حاجة، انت مش محتاج تروح الطريق للسيرفر ده هو الا لما يحصل كاش ايه، كاش مس، مش كده؟ يبقى انت مش هتروح للسيرفر، لللينك ده هو بتاع اللي بينك وبين السيرفر، الا في 75% بس من الاوقات. ليه؟ علشان انا في 25% هروح لمين، هروح للكاش اصلا، تمام. يبقى لما يجي يقول لي بقى الافريج باندويث، الافريج باندويث ها هيساوي كام؟ طبعا هيساوي 75%، تمام. هو ده احتياجك، هو ده احتياجك، انت هتحتاج 75%. طيب نركز بقى في الحتة دي، طب الاوتلايزيشن هيساوي كام؟
انا قلت لك ان هو مش هيطلع على اللينك اللي بينه وبين السيرفر الا 75%، يبقى انا احتجت قد ايه؟ احتجت 75%. طيب ايه اللي كان موجود او قد ايه كان موجود اصلا؟ الواحد اللي هو كان جابه لي في المساله، اللي هو ان الباند ويدث بواحد، يبقى 75% على الواحد، 100 على 100 يساوي 75 من 100. تمام، يبقى المساله يعني ممكن تكون اتعقدت معانا شويه، بس ان شاء الله يعني هي ايه، هنراجع عليها كمان مره اهو. احنا الفكرة كلها اللي احنا حطينا جزء اضافي اللي هو ايه، اللي هو الكاش، تمام، وشفنا تأثير الكاش هيبقى عامل ازاي. فكرة المسألة الرئيسية عبارة عن ايه؟ عبارة عن اللي انت لما انت بتروح للكاش دي حساب، اللي هو كان اول جزء هنا في حسابنا بتاع الديلي، تاني جزء اللي انت لما تروح لمين؟ لما تروح للسيرفر، تمام. وقال لك ان وقت لما الهوست دوت يوصل له الحاجه اللي طلبها بيساوي الحاجتين دول تجمعهم على بعض. اتفقنا ان هو جاب لي في المساله ان اللاند هي بصفر، ان هو وقت لما انا اروح الكاش واجيب منه الحاجه دي بصفر، وبالتالي الهيت ريت في اللاند دول كلهم بصفر. اللي بقى باقي عندي ايه؟ الميس ريت في الار تي تي. الار تي تي عندي باتنين، هو جابه لي اصلا في المساله، يبقى اللي بقى الواحد ونص اللي هو كان جابه لي اللي هو الديلي واحد ونص بيساوي اتنين ميس ريت. طيب يبقى الميس ريت بيساوي 75%، معناها ايه؟ ان هو 75% معناها ان انا هروح للسيرفر 75%، يعني انا هروح للسيرفر 75% من الاوقات. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هستخدم اللينك ده هو 75% بس منه، تمام، مش اكتر. ليه؟ علشان اصلا انا مش محتاج استخدم اكتر من كده. ليه؟ عشان في 25% استخدمناهم واحنا بنروح للكاش، وبالتالي مش هنستخدم الايه، اللينك ده. وبالتالي كان اول حاجه احنا خدناها اللي هو الافريج باند ويث، وعرفت اللي هي بتساوي 75%، واليوتيلايزيشن طبعا اللي هو اللي احنا استخدمناه اللي هو 75% على الايه، على الباند ويث الكلي. ده الباند ويث طبعا الكلي، يبقى انا استخدمت 75% بس من الباند ويث الكلي، يبقى انا النتيجة في الآخر 75. يبقى قبل ما أنا أحط الكاش يوتيلايزيشن كان 100%، بعد ما أنا حطيت الكاش كان إيه، 75%. طبعا الهيت ريت هو كان عايزه برضو في المسألة، الهيت ريت طبعا هيساوي إيه، واحد ناقص المس ريت. موضوع بسيط جدا يعني، يعني ما هو أنت عندك احتمالين، احتمال اللي هو يلاقي حاجة في الكاش، أو احتمال اللي هو ما يلاقوش. أنت لقيت احتمال اللي هو ما يلاقيش الحاجة في الكاش، يبقى واحد ناقص احتمال اللي هو ما يلاقيش، هيطلع لك الإيه، الهيت ريت بس. يبقى طبعا الهيت ريت هيبقى ب 25 من 100. تمام، يعني انا اتمنى والله ان انا اكون عرفت اشرحها يعني. طيب الفيديوهات الجايه بقى ان شاء الله هنبدا نشوف المسائل بتاعه الكلاينت سيرفر، وبرده من المسائل المهمه، وبعدها هي بقى اخر حاجه اللي احنا نشوف الايه، مسائل الاوثرايزيشن بتاعه الريلايبل داتا ترانسفير والكلام من ده يعني.